أهلا بك مصطفى، دعني أبدأ معك بمطار بيروت. يقول رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط والشركة الوطنية اللبنانية أن جميع شركات الطيران العربية لا تزال تسير طائراتها ورحلاتها إلى مطار بيروت، لكن ماذا عن الاستثناءات؟ ماذا عن الطيران الغربي، شركات الطيران الغربية؟ هل هناك أو لا زال هناك إجراءات استثنائية تم اتخاذها من قبل شركات طيران أجنبية كان من المفترض أن تصل إلى بيروت؟ يعني بالفعل كما ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للخطوط الجوية بأن جميع الشركات العربية تنفذ رحلة فيها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الآن بالجدول المعلن عنه، التنفيذ بالكامل تم خلال يوم الأمس وصباح هذا اليوم. أيضا أعلنت شركة الخطوط الشرق الأوسط بأنها تنفذ جميع رحلاتها بالكامل. يوم الأمس كنا قد شاهدنا تعليق خمس رحلات جوية، خمس شركات للرحلات الجوية علقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 5 أغسطس القادم. هذه الخمس شركات تباعا بدأت بعض الشركات صباح اليوم هي الأخرى في تعليق رحلاتها هي الأخرى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ومعظم هذه الشركات هي شركات تابعة للخطوط الأوروبية، وهي إجراءات تتخذها غالبا في كل الأحداث والتطورات التي تحدث وتطرق على الجانب اللبناني. هذا الأمر لم يعد بجديد على الساحة اللبنانية، هناك كثير من الشركات، شركات خطوط الطيران العالمية تتخذ مثل تلك الإجراءات في كثير من المواقف، لذلك فهذه الإجراءات هي إجراءات احترازية احتيادية اعتاد عليها اللبنانيون في هذه الأوقات وجميع المسافرين من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت. نتحدث أيضا عن الوضع بالنسبة للجاليات الأوروبية والغربية الموجودة هنا في العاصمة اللبنانية بيروت، نتحدث بأن هناك بعض القنصليات والسفارات طلبت رعاياها بالإجلاء الفوري من لبنان، وذلك بدأته السفارة الألمانية هنا في بيروت، وبعد ذلك هناك بعض السفارات الأخرى التي طلبت رعاياها بالإجلاء الفوري من بيروت، ولكن حتى الآن وبرصدنا لحركة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لم نلقط أي جنسيات أو جاليات بشكل كبير وبالدفاقة عددية تغادر العاصمة اللبنانية بيروت، الأمور تسير بشكل طبيعي تماما. أما بالنسبة لباقي الرحلات الجوية الموجودة في مطار بيروت الدولي فجميع الرحلات تم تنفيذها على مدار اليوم، على مدار أمس عفوا، بنسبة تقارب أكثر من 70% من الرحلات. هناك بعض الرحلات التي تم تأجيلها لساعات وبعض الرحلات التي تم إلغاؤها، وتم إلغاء تلك الرحلات بناء على إجراءات احترازية اتخذتها سلطات مطار بيروت الدولي بالتعاون التنسيق مع الرحلات أو الشركات التي ألغت رحلاتها إلى ومن العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه الرحلات تم دمجها مع رحلات أخرى أو تم توفير بدائل هي الأخرى، لذلك فالمطار يعمل وينفذ أكثر من 70% من رحلاته المتبعة والمعلن عنها خلال الأيام الماضية. الحكومة اللبنانية تواصل إجراءات، تواصل اتصالاتها لمحاولة خفض التصعيد الواقع والحاصل على الحدود الجنوبية اللبنانية من خلال الاتصالات التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب مقاطي ووزير الخارجية أيضا اللبناني الذي يجري ويستقبل عديد من الاتصالات مع وزراء خارجية من الدول العربية، وكانت في مقدمتهم مصر والمملكة المغربية والمملكة السعودية، بالإضافة أيضا إلى عديد من الدول الأوروبية التي أجرت اتصالات مع وزير الخارجية اللبناني، وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني أجرى اتصالات مع عدد كبير من رؤساء الحكومات على مستوى العالم، وذلك لمنع تصعيد الواقع ومنع محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلية لمهاجمة العمق اللبناني، وهذا هو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما تقوم به اتصالات دبلوماسية لمنع استهداف العاصمة أو استهداف أي من المنشآت المدنية. شكرا جزيلا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت.